جريمة غسل الأموال جريمة معقدة، لأنها هي عبارة عن الحصول على أموال بأي شكل غير مقنن. فأي أموال تكون في حوضة شخص خارج ما هو معروف عنه كرجل أعمال أو كموظف تعتبر جرائم أو أموال متحصلة من أفعال مشبوهة، وبالتالي هي أموال مشبوهة، وهي ما تعرف بجريمة غسل الأموال. وبالتالي لا يوجد عمل محدد نستطيع أن نتحدث عنه بقدر ما إن هي أفعال عن ماهية هذه الأعمال. فأي أموال موجودة عند موظف راتبه 10,000 ريال على سبيل المثال، إذا وجدنا في حساباته مدخرات داخلة تتجاوز هذا الرقم، إذن هي محل الشبهة في أنها آتية من مصادر غير مشروعة، وبالتالي هنا تكون أحد إشارات غسل الأموال أو العمل في أعمال غير مشروعة لتحصيل الأموال وتدويرها داخل المجتمع.